السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة ديزاين بروجكت. مرحبا بكم فيديو جديد. مهم هذا الفيديو هذا كيتعلق على واحد مهم هذا القناة بعدا متخصصة من كل ما هو الديكور، يعني ديزاين ديال زابارتمون لي ماكازان اي حاجة بغيتو. ان شاء الله مرحبا في فيلا. مهم هذا البروجي هذا مهم كيتعلق بواحد ماكازان بيتمون ديال العيالات، حوايج العيالات. يعني كما كتشوفوا هذا هو المكازان، الدخله ديالو بزاج، يعني كما كتشوفوا الديكور علي من هنا ديالهم لي زيتاجير، وعلى الاساس هما لي زيتاجير وعلى قد ديال الحوايج. فوالا كنشوفوا الحيط درناه اون كولور بيضاء، لتحت البلاصه ديال الصنادق صبابات وداكشي الاخر. كنشوفوا الديكور ديالهم واحد امتي باص على اليسار كتجي الكليان كيشوفو، ونا دايرين مانكان هادي مانكان ديال حساب ديكو وحسب الحوايج ديال لي كليون باش يشوف لي مانكان قدام الباب. و زاد فيتخي، يعني لي بورت فيتخي باش يعني كيبان لك كلشي من برا. فوالا كما كتشوفو هذا هو المكازان، هادي واحد الدبرة على المكازان. و درنا ليهم كونطوار اون كولور روز. كتشوفو كاينه الدخله ديال الكونطوار ديال ديك اللور، يعني الباصه ديال اللي كيخدم فيه الدخله ديالو. لا، وكاين واحد الصال دي سياج، واحد البلاصه ديال السياج قدامها معايا وعندها ريو ديالها. درنا ليها فوقها انكلين كما كتشوفو. هادي صممها السيد في مراكش، يعني كيما مارك كاش ماروك ليكسوري. على درنا ليه واحد السميه، ودرنا دي فوتو الفوق على حسب انها كتبغي توضح ان محل ديال العيادات. ديجا كتشوف انه محل العيادات و دي فاز كون بحال الديكور، يعني كيما كتشوفو الديكور سامبل. هذا هاد المكازان اون 3D كيما كتشوفو. فوالا واحد مرايا اليوم باش اللي يشوف شوف راسو في المرايا، والباب ديال الدخلة ديال بالكود، يعني بوني ديال الكود، يعني هادوك لي بوني اللي خرجو جداد، يعني ماشي بحال لي بوني اللي ولاو دابا. المهم هذا بوني جداد. وما كنت في واحد البروجيكتور، يعني هذاك الضوء على حساب ذاك اليوم فاش كيجي جلس كيضوي كيشوف راسو مزيان. على هذا هو البواني هذا بلي بوطون، يعني ماشي بواني عادي، بواني جداد. وهذا هو الكونطوار قدامو ان بي سي بورتابل باش كتوضح ان كتوضح ذاك اليوم والمكازان نحط لان الكونطوار هو هذا. هذا صوبناه اللي في مراكش كما كتشوفوا. هذا هو الديكور، هذه واحد النظره شامله للديكور. مرحبا بالجميع، اللي بغى شي حاجه يتصل بينا على الارقام راه تشوفوهم في الديسكريبسيون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.